يا لهوي، قال لك المناصب دي مراقبة. طب يا عم، طب ما تقول لنفسك. بس طبعا هو الشيطان شاطر، الشيطان يعميهم يعني. لما حفظنا هو ما ما يتقال له مثلا ايه. طبعا انا المعلومات اللي عندي انه مش في اكتر من رشوه، وانه اعتادى كل شهر. وانا كان في بعض المقاولين كانوا بيشتكوا لي ان هو يعني ان هو بياخد منهم، وللاسف كانوا بيدفعوا علشان يمشوا امورهم، وانا ضد ده طبعا. لكن هم برضو اكيد اللي بيقبل انه يرشي اكيد عنده حاجه، عنده خلل، اكيد هو نفسه فاسد برضو. والراشي والمرتشي في النار كما يقول الحديث. مقاولين بتدفع شهرية له، نعم. هو كان بياخد يعني عشان يخلص ترخيص عمارة، ولا كان بتوصل لملايين، نعم. واحنا هنشوف التفاصيل بعد ما يتم احالته للنيابة. لكن انت عارف ان انت مراقب، المناصب دي مراقبة، ومع ذلك ارتشيت وارتضيت الحرام والسحت. طبعا يعني خلال ايام الماضيه كان في اكتر برضو من حادثه رشوه. يعني انت عندك مباحث الاموال العامه بالتنسيق مع مديريه الامن القلبيه ضبطت مدير العلاج الحر بالاداره الصحيه بالقناطر